وللحديث أكثر عن آخر استعدادات وزارة الصحة لموسم الحج يلتحق بنا من مكة المكرمة وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية دكتور هشام الخشان. أهلا بك دكتور معنا في هذه النشرة. دكتور هشام، بداية، هل لك أن تطلعنا على استعدادات وزارة الصحة وخططها لحج هذا العام؟ السلام عليكم. شكرا أختي الكريمة لتسليط الضوء على جهود وزارة الصحة في الحج 2039. خليني أبدأ لك من كل الجوانب تسلسليا لو تكرمت علي. طبعا من الجانب الإداري في حوكمة كافة الإجراءات والتنظيمات وفي مؤشرات أداء عالية ومتابعة مع معالي الوزير معالي النواب. الآن عندنا الجانب الفني تقريبا الحمد لله في مكة اليوم أكثر من 30,000 طاقم صحي، ثلثهم من السيدات ومن ضمنهم 900 استشاري لكافة التخصصات، جميع الخدمات الأولية التخصصية الثانوية الرعاية الوقائية كلها مقدمة الحمد لله. الآن بدأت على تجهز كاملا، نتكلم على الحمد لله على أكثر من 5,000 سرير من ضمنها 1,000 سرير عناية مركزة. عندنا تقريبا إن شاء الله على هبة الاستعداد 155 مركز في مكة، منها 93 مركز بالمشاعر و46 بعرفات. السنة دي شهدت دخول العيادات المتنقلة في عيادتين الآن، واحدة في طريق الحجاج القادمين من المدينة وواحدة في عرفات، وكذلك في تفعيل تقنية في تطبيق صحة. الجميع يعمل على قدم وساق متشغف لقدوم الحجاج وخدمتهم بأكمل وجه، لأنه هذا كله نسعى لإظهار الصورة الحسنة للمملكة ووفق توجيهات ولاية الأمر الله يحفظهم. نعم، لكن هل تم تسجيل أي حالة معدية أو وبائية لا سمح الله من الحجاج؟ إلى الآن الوضع الحمد لله مطمئن، لا يوجد أي شيء يستدعي الخوف، كل المؤشرات الوبائية متابعة ولا يوجد أي شيء يقلق حتى الآن. طيب نهاية، ما هي نصائحكم لحجاج بيت الله الحرام؟ طبعا احنا من بداية ما يدخل الحاج من المنافذ البرية والبحرية والجوية يتم تثقيف أغلب حجاج الخارج عن 3 أهم أشياء مهمة، اللي هي سلامة الغذاء والأكل وشرب السوائل عشان البعد عن الجهاد الحراري وضربات الشمس، والابعاد عن الامراض التنفسيه والزحام ولبس الكمامات. هذه اهم 3 نصائح دائما نوجهها للحجاج الداخل والخارج. فنحن وطبعا في وقت الذروه المظلات الشمسيه تقلل من فقدان السوائل والتعرض للجهاد الحراري. نعم، إذن شكرا لكم على هذه الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن. إذن كان معنا من مكة المكرمة وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية الدكتور هشام الخشان، شكرا جزيلا لك.